فادي، زي ما نعرفه حاليا ان في كثير من الدول العربية عايشة في ظروف حرب او ظروف عدم استقرار، وغالبا ما يتوفرش فيها اقل معايير البنية التحتية المطلوبة لاي بزنس، وخاصة البزنسز اللي اونلاين زي توفر شبكة الانترنت وغيرها، بالاضافة لعدم الاستقرار وكل التحديات التانية. شن تنصح الناس الشباب اللي عايشين في البلدان هذه أن يديروا، كيف يقدروا يبدوا أعمالهم؟ وهل تنصحهم أن يحطوا استثمار في هذه البلدان أو يحاولوا يطلعوا برا، أو ما يفكروش في البزنس حاليا ولكن يفكروا في وظيفة عادية وخلاص؟ يعني هذا سؤال صعب جدا في الحقيقة، لأنه مش ممكن أني أنا أنصح أي شباب يتركوا بلادهم. طبعا نصيحة يعني مش ممكن أي حدا يعطيها لحد، لكن الوضع السياسي أو الوضع الأمني في أي بلد بيأثر على الشباب، وهي مشكلة العالم العربي. في دولها اللي متأثرة بالتقلبات السياسية والأمنية الهائلة اللي شايفينها، العراق، سوريا، طبعا ليبيا، اليمن، الوضع هم لا يحسدوا عليه طبعا. فنصيحتي لهم إذا قرروا البقاء فعليهم يأخذوا الخيارات. إذا عندهم رأس مال متوفر وبزنوا السلع أو الخدمة أو التجارة اللي بدهم يقوموا فيها إلها سوق، حتى في الوضع الأمني المتقلب أو المخيف إذا بدنا نسميه، وإذا ما عندهم رأس المال اللي قادرين إنهم يبدأوا عمل، إذن عليهم بالوظيفة. لكن يعني هاي نصيحة منقوصة على الحقيقة، سؤال صعب جدا لا يمكن أن أتخيل نفسي فيه، لكن هذا تحدي هذه الدول وتحدي العالم العربي. شو نعمل بشبابنا اللي بيضطروا يتركوا؟ يعني أنا الوضع الأمني ما في بطولة، حب الوطن مش الواحد لازم يضحي بحياته وعائلته لأنه في سياسيين وفي قضايا أمنية مش بيده بده يضحي حاله فيها. فعليه أخذ أهم شيء أمنه وأمن عائلته والتفكير بمستقبله هو موجود وعايش مع الحياة دائما. وانتو كفنتشر كابيتال او انجل انفسترز، او نحن لن نستثمر في 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 اقتصاديات فيها وضع امني حرج الكلمة الاساسية على الوضع الامني مش الوضع السياسي الحرج. فمثلا لبنان فيها وضع سياسي حرج دائما، لكن نستثمر في لبنان. حتى مصر في تقلباتها السياسية استثمرنا فيها، لكن لما يوصل الوضع لوضع أمني فإذا نحن لا نرى بصيص أمل في المستقبل، فرأس المال بخاف بخاف. ونحن بالنسبة لنا الاستثمار بالعالم العربي مهم جدا يعني، وفاهمين تقلباته السياسية، لكن لما يكون في مشكلة أمنية الوضع بتغير يعني. وإذا قلت لك غير هيك يكون مش مزبوط، وإذا أي حدا تاني قال لك غير هيك يكون مش مزبوط. أكيد مفهوم جدا الموقف هذا. أوكي، لو نتكلموا على الناس اللي يبدوا مشاريع بصفة عامة، معظمهم حاليا الانتربرنورز هم شباب ويكون عندهم اوريدي وظيفة، يكونوا موظفين بارت تايم في مكان معين، وبعدين يحاولوا الجزء الثاني من يومهم يبنوا مشروع. أمتى يقدر يعرف الشخص أنه هو وصل لمرحلة لازم يركز فيها فول تايم على المشروع الجديد متاعه؟ وهل من رأيك أن الإنسان من البداية لازم يكون يركز في حاجة واحدة، ولا ممكن يشتغل على أكثر من موضوع ولو قدر ينظم وقته صح وكويس يقدر يسوي؟ يعني أنا مش من المحبذين بوظيفتين، حتى لما تبدأ مشروع فهي وظيفة بحد ذاتها، فأنا مش من المحبذين. لكن أنا متفهم جدا للوضع الاقتصادي لبعض الشباب اللي عندهم أفكار وما أجاهم رأس مال سريع، فبده يكون عنده وظيفة ويكون عنده راتب لحتى يقدر يعيش ويعيش عيلته. فالتوازي بين الاثنين لا بأس به لحد ما يوصل لوقت انه هو مش قادر انه يركز على واحدة من الاخرى. هو اللي بيعرف اكثر واحد او هي
فالوقت والتركيز هام جدا. الفكرة الأساسية منها يعني إذا بدك أقول لك إن إمتى، ما هو الشخص نفسه حيعرف لما تلاقي وقتك في شغلة معينة أخذت منك كل الانتباه من الوظيفة، فعليك ترك الوظيفة أولا. ثانيا المستثمرين، إذا جبت مستثمرين خارجيين راح يتحدثوا معك بسرعة ويقولوا لك بدنا إياك تركز. يعني ما فيش حدا بيقبل يستثمر اليوم إذا أنت وقتك جزئي في الستارت أب بتاعتك يعني. أوكي. صعبة. وبعدين لازم دائما الواحد بيفكر بالفريق، فما فيش على أي حال ما في حدا بيستثمر إلا إذا كان في فريق في الحقيقة. فيعني لو بدي عندك فكرة وبدك تطوريها وتنميها وتجيبي مستثمرين عليها، بدك تتحدثي عن أكثر من شخص. من هو الفريق؟ شو إمكاناتهم، شو قدراتهم، شو عملوا؟ هذا هو سؤال اللي بعده. أن فادي معروف، ومعروف في الكوميونيتي أن فادي ما يردش حد. فكرة هاي منيحة، سمعة طيبة، لكن سمعة ممتازة، لكن لا يمكن أن تكون صحيحة في الحقيقة. بالضبط. فشن هي المعايير اللي فادي يقيس بها الشخص ويعرف أن هذا شخص؟ مش بس فادي، أنا والفريق طبعاً عندنا معايير واضحة جداً. إحنا نستثمر أساساً في الشركات اللي تعدت النشوء الأساسي، يعني صار عندها إيرادات، عندها فريق واضح، عندها قدرات تكنولوجية واضحة، السلعة تبعها واضحة، الخدمة تبعها واضحة، وبدأت بالنمو بوضوح، وعندهم تركيز واضح. فهاي في أساسها الشركات اللي بسموها growth growth stage، يعني انتقلت يمكن بالسنة الثانية أو السنة الثالثة. خلينا جزء من صندوقنا كمان بيستثمر بالشركات الناشئة الأولية، فعند البدايات، بس كمان لازم يكون في فريق، كمان لازم يكون وعي ووضوح للسلعة اللي أنت عم تبنيها، كمان لازم تكون فاهم السوق اللي أنت داخل عليه، كمان أنت عارف كيف بدك تجيب الزباين، تراكشن، بيلدينج ذا كوميونيتي. ولازم يكون نفهم شو التميز عن الآخرين، ليش أنت مش غيرك، وليش أنت مش غيرك، شو قدراتك، شو بيميزك. التميز مهم جدا عند الواحد يأخذ قرار، لأنه نحن نشوف كتير شركات متشابهة، كتير أفكار متشابهة، كتير شباب عندهم شغف، والشغف مهم جدا، بس بدي أشوف بعد الشغف شو بده يصير. طيب تكلمنا على موضوع الإيرادات. بعض الشركات اللي تشتغل أونلاين ما تقدرش يكون عندها إيرادات في السنة الأولى والثانية والثالثة والخامسة. معلش، بدي يوزرز، بدي شو بسموه، يوزرز، مستخدمين. بدي مستخدمين للبرودكت اللي أنت تطرحه بالسوق. فينقاس معيار عدد منهم، قديش نموهم. ما بيقول لي واحد صاروا اثنين صاروا ثلاثة، بدي واحد صاروا خمسة صاروا عشرة صاروا مية صاروا 200. الجروث والنمو مهم جدا. لما انت بتقول لي انا ما عندي ايرادات، فاذا بدك تفرجيني شيء ثاني، وبدك تفرجيني بعدين كيف بده يصير عندك ايرادات من هذا، من المستعملين. لازم يكون عندك وضوح رؤيه، مش بس تقول لي انا عندي 100,000 شخص يستعملوا الاب. طيب وبعدين كيف بدك تعيش، كيف بدك تجيب الايرادات، لانه ما في شركه اليوم بتعيش من غير ايرادات. وبغض النظر عن كل اللي بتسمعيه عن الشركات برا، يعني كلهم بيوصل وقت بده يقول له الربح والخسارة، الإيراد، التدفق المالي، التدفق النقدي، كلهم لهم أهمية. هدول الأساسيات المالية في أي مصلحة ما بينغض النظر عليها، الفكرة منها متى. فأنا بعطيك المسافة وتقول لي أنا بأول 5 سنين بدي أعمل هيك، وإيراداتي بتكون بطيئة، لكن نمو المستخدمين بيكون هائل عظيم. فرجيني بعد ال5 سنين شو بده يصير. أوكي. فادي، كل انتربرنور وكل شخص لما يبدأ أي شيء يكون مواجه تحديات. ف
فشن أصعب تحدي وأكبر تحدي واجهه فادي وأثر في حياته؟ كيف أثر وكيف قدر يتغلب عليه؟ أكبر تحدي كان تحديين يعني، يمكن لأنه في الثمانينات لما بدأت الشغل في أرامكس كان التحدي الكبير لنا هو القضية القانونية والتنافسية مع قطاع البريد الرسمي الحكومي. قيل لنا في أول أيامنا أنه أنتم نحن غير قانونيين لأنه هناك قانون حصرية الخدمات البريدية بالمؤسسات البريدية الحكومية ويمنع على القطاع الخاص العمل فيها، فكان لنا صراع هائل في الموضوع هذا، لكن ابتدأنا على أي حال وعملنا اللي بدنا نعمله والقانون لحقنا لحد اضطروا هم يعملوا قوانين جديدة وواضحة يشاركوا فيها القطاع الخاص، وكانوا كان في تأثير عالمي بالموضوع لأنه الخدمة التوصيل السريع كانت خدمة عالمية، فصار في إذا كان الاقتصاد العربي يريد أن يواكب العالمية فعليه الانفتاح، فأخيرا فتحنا، لكن أخذتنا 10 سنين يعني في صراعات في اقتصاديات عديدة، مصر عدنا فيها كثير، المملكة العربية السعودية أخذتنا وقت، حتى في الإمارات العربية المتحدة في أول أيامها كان عندنا صراع مع مؤسسات البريدية المحلية، فهي أحد المشاكل. المشكلة الثانية طبعا دائما لما تكون أنت شركة ناشئة بتنافسي شركة عالمية المستثمرين صعبين، وأهم من ذلك جلب القدرات والمهارات والشباب اللي بدهم يجوا يشتغلوا معي، فكان دائما في سؤال انه انا كيف انت بدك تنافس مع الشركات الكبرى العالميه وانا بدي اشتغل مع شركه يعني مش معروفه ومش واضحه وبجوز ما تعيش بجوز تموت. وهي قضيه كل الشباب اللي رح تشوفيهم اليوم في بمكس المنتر كلهم عندهم نفس الحديث. كيف قدرت تتغلب عليها؟ ما تغلبنا عليها بالاخر، قررنا الاستثمار في شباب بيتخرجوا من الجامعات من دون خبرة، لأنه الأشخاص اللي بخبرة لم يؤمنوا وما أخذوا الخطوة لأنه يشاركونا إلا بعد 10 سنوات و15 سنة من تواجدنا، أصبح اسمنا وعلامتنا التجارية لها أثر فأجونا الناس. لكن في أول أيام اضطرينا نروح عند شباب اللي هم هلأ بديروا أرامكس حاليا، كانوا أول أيام متخرجوا من الجامعة، فرص إذا بتطلع بالثمانينات كان الوضع الاقتصادي كمان صعب، فكان في مصلحتنا لأنه الشباب اللي بتخرجوا ما بيلاقوش وظائف بالشركات الكبرى، فكان ما عندهم مانع ياخذوا الخطوة. أنا برأيي المخاطرة بأنهم يشتغلوا مع شركة ناشئة، والحمد لله هم الجيل الثاني والثالث في أرامكس وهم بيبنوا أرامكس اليوم. ممتاز ممتاز. ولما نتكلموا على تحدي أن الشركات الكبيرة مش مستعدة تشتغل مع شركة ناشئة في وقت وجود الشركات الضخمة العالمية، فكيف قدرت أرامكس تبين نفسها في المحيط as a trustful؟ أو نحن ما دخلنا ده أول 10 سنوات 15 سنة من حياتنا لم نتنافس مع الشركات الكبرى في الأسواق العربية. احنا عملنا شيء اسمه هولسيل، كنا نخدم الشركات الكبرى اللي موجودة خارج العالم العربي وما عندها تواجد في العالم العربي، مثلا فيدرال اكسبرس. فيدرال اكسبرس ما كان عندها اهتمام بالعالم العربي، فكنا نحن الموزعين لفيدرال اكسبرس، فإيراداتنا كانت تجي من الشركات، بعضا من الشركات الكبرى اللي بده يكون فيها اللي يكون عندها تواجد جغرافي في العالم العربي، فنحن بنينا تواجدنا في العالم العربي على اساس نخدم الشركات الكبرى العالمية اللي قالت العالم العربي يعني مش من اولوياتنا، فراحوا على الصين، راحوا على الهند، راحوا على أوروبا، خاصة الشركات الأمريكية منها، فنحن قلنا نخلق لنفسنا التواجد في العالم العربي ونخدم هذه الشركات، فكان عندنا مئات من الشركات الصغيرة والكبيرة اللي مشابهة لأرامكس بدها خدمة في العالم العربي، فقلنا نحن نخدمها هولسيل أوتسورسينج. معناها يعني أنا نبي نوصل لأن واضح الناس اللي بادئين شركات ويبوا ينافسوا الشركات الكبيرة مش لازم من البداية أو مش المفروض من البداية، النيش تبعك، النيش وين، شو أهم شيء بيميزك عن غيرك، شو بتقدر تجيب إيراد من مكان بيعطيك النفس والتواجد والصبر لحتى تتمكن من خدمة أو سلعة أخرى. الواحد يكون عارف حاله، فاهم سوقه،
النيش تبعه. أنا دائما بقول فتش على النيش اللي هي التخصص الواضح اللي أنت قادر تقدمه غيرك ما قدم. فنحن لما قدمنا هاي الخدمة لفتر الإكسبرس كان في بعض الشركات الصغيرة خارج العالم العربي بتسويها، ما كانش عندها وضوح لجغرافية وتميز بعض الأسواق في العالم العربي، فنحن قمنا فيها. طبعاً أخذتنا 5 سنين لأقنعنا فتر الإكسبرس، لكن نحن ل7 سنين كنا ممثلين فتر الإكسبرس بالعالم العربي، إيربون إكسبرس وشركات كتير عالمية أخرى، ومنها موجود اليوم منها اختفى عن الوجود. الشركات مثل ما انت عارفة في منها بصير في عليها استحواذ، في منه بيصمد في منه ما بيصمد التنافسية. Perfect. شكراً كتير فادي. في ناس تسأل فينا كيف نقدر نوصله بفادي، كيف نقدر نتكلم معاه. موجودة أفضل موجود. وسيلة للتواصل مع فادي، فادي جي على تويتر، فادي جي على تويتر أو على لينكدين أو على لينكدين أو على فيسبوك أو على فيسبوك. أنا موجود دائماً، كل اتصال معي اللي بيقدر اللي بده يوصلني قادر يوصل، فبيعرفوا كيف. يمكن اسهل شغله لهم لينكدين. شكرا فادي. اهلا وسهلا. ان شاء الله يعني اكيد النصائح هذه حتكون مفيده جدا للكوميونتي. بالتوفيق لك وللفريق والاصدقاء. شكرا. ثانك يو فيري ماتش. اهلا وسهلا.